بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من قناه المهندس هيثم نبيل. النهارده الحلقه بتاعتنا هتتكلم تاكسيات خلف جدران السرير. انت مثلا زي ما بتروح فنادق او رحت فندق او رحت قريه سياحيه او رحت شاليه، الدارج دلوقتي اللي ما بحدش بيحط سرير بظهر تمام خشب، لا بيبقى الجدار نفسه مكسي بالكامل كده، وبيتحط اللي هو الستاند بتاع السرير وبيتحط اللي هي المرتبة مباشرة. فالديكورات اللي خلف السرير دي ممكن تعملها بايه، او ايه المواد اللي انت ممكن تعملها بيها انك تكسي الجدار اللي خلف السرير؟ رقم واحد، تقدر تكسيها عن طريق القماش. طبعا بتجيب الخشب ام دي اف، الخشب الام دي اف بيتثبت في الجدار بمسامير، وبعد كده بتثبت عليه السفنج، وبعد كده بتبدأ تشد عليه القماش. طبعا الحاجة دي ممكن تتعمل على الحيطة مباشرة، وممكن تتعمل بنلات او قطع في الخارجية وبعد كده تتثبت على الجدار مباشرة. يعني ببدأ اجيب الابلكاش او الام دي اف 6 مللي واشد عليه، احط عليه السفنج واقوم شادد عليه القماش ودبسه من الخلف، يبقى انا كده شاد القماش، وابدا ممكن اغرزه اعمل له زي غرز بحيث يديني شكل بارز وغاطس، وتبقى عندي وحدات من الـ 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 القماش اعلقها او اثبتها خلف السرير. اقدر عوضا عن القماش اقدر احط جلد، يعني اشد على البنالات او الوحدات دي جلد، سواء اسود او سواء ناعم او سواء خشن تمام، برضو بيديني ملمس. وممكن اعمل الدبابيس ادبسه بدبابيس ذهبي بيديني ملمس تحفة. في حاجة تانية، انا ممكن اعمل التجليد بتاعي خشب. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن احط بنالات خشب ام دي اف، ممكن ادهنها لون ابيض، ادهنها لون احمر، ادهنها لون اسود فضي زي ما انا عايز، واسيب مثلا ما بين كل لوح والتاني 3 سنتي او 2 سنتي، او حاطط لها مسطره ذهبي مثلا. يبقى انا كده عملت ايه؟ ديكور تحفه بالخشب، وعن طريق استيكر ذهبي، او عن طريق اللي هي المسطره الذهبي اللي عامله زي اللهم صل على النبي النيكل، زي النيكل كده اللي هو البلاستيك بيبقى فيه منه ذهبي. يبقى برضو ده نوع من انواع الديكورات اللي خلف السرير. والله لا، انا ممكن اعمل ديكور خلف السرير عباره عن جبس، اللي انا اعمل ارفف جبسيه احط عليها الفازه بتاعتي، احط عليها ديكورات، احط عليها اي شيء، عمودين من الجنب خلف السرير تمام. هو الهدف كله اللي انا ما اعملش كتير زي ما بيقولوا حاجات غير مستغله بالنسبه لي، او اعمل جنب اللي هو ظهر السرير بيبقى تقيل شويه علينا في غرفه النوم. فانت خلي غرفه النوم بتاعتك غرفه فندقيه، انك تعمل خلفيات زي ما بيقولوا كده ايه، جماليه ليك للمكان اللي انت هتستريح فيه وتنام فيه. ففي اكتر من فكره تقدروا تطلعوا بيها على النت، برضو في صور كتير زي ما انا برضو عارض في الصور عندي في الفيديوهات دي الافكار اللي نقدر ننفذها في خلفيات السرير. فاتمنى ان شاء الله الحلقه تكون عجبتكم، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل حلقاتنا باذن الرحمن. كان معاكم مهندس هيثم نبيل، ويومكم سعيد.